بداية التغطيات لليوم بتكون في إيفنت السعودية مع فعالية كواليس في موفي لاند، وهي تعتبر إحدى مناطق سيتي ووك اللي تستهدف الأطفال وأسرهم يعيشوا تجربة مختلفة ويصبحوا أبطال خارقين في فيلم قصير ويشاركون فيه ويعيشون أجواء التصوير الحماسية. نتابع المزيد في هذا التقرير مع الزميل عبدالله الغامدي. السيتي ووك أحد أهم الفعاليات في تقويم جدة طول السنة، وفيها العديد من الأقسام المختلفة والفعاليات المتنوعة. اليوم جايين خصيصاً لقسم موفي لاند حتى نشوف تجربة مختلفة يعيشوا فيها الأبطال، تجربة يكونوا فيها هم أبطال الأفلام. خلونا مع بعض نشوف تجربة كواليس في هذا التقرير. فعاليات تقويم جدة فيها العديد من التجارب الفريدة والممتعة. أحد هذه التجارب هي فعالية كواليس في السيتي ووك. يتوجه الأطفال إلى الفعالية واللي تتضمن مجموعة من النشاطات المتنوعة والحماسية اللي يعيشها الأطفال للمرة الأولى. تتيح هذه الفعالية للأطفال أن يكونوا أبطالاً خارقين في فيلم قصير يشاركون فيه ويعيشون أجواء التصوير الحماسية. الفعالية عندنا خصوصا في الفيلمينج الطفل يعيش تجربة أجواء خلف الكواليس، وأيضا يمثل عندنا تقريبا 5 مشاهد 5 تيكات، حتكون في سين 2 وسين 1 وآخر لقطة عند شباب الكروما. في نهاية المشاهد البطل يقدر يحصل على الفيلم بعد ما يخلص من عند الاستقبال عندنا. أفهم الأبطال اللي يدخلوا عندنا تجربة حقت الفيلم، أعيشهم أجواء التمثيل، ويعيشوا أيضا أجواء تجربة خلف الكواليس. أيضا حتى الأهالي عندنا اللي يخشوا يعيشوا تجربة أجواء خلف الكواليس. أغلبية الوقت الإقبال صراحة كثير على الفعالية، يعني يوميا بنكمل أكثر من 250 طفل يوميا، يعني تقريبا بيصلوا 40 جروب بيدخلوا علينا، فبيكون عندنا ضغط كثير، بس ما شاء الله الناس متفاعلين معنا بشكل حلو. يعني استوديو التصوير يعتبر الفرصة المناسبة للأطفال حتى يعيشوا تجربة تصوير فيلم حقيقي في استوديو احترافي، أو تصوير مشاهد متنوعة في استوديو بخلفيات خضراء، ليتمكنوا من إضافة التأثيرات المناسبة ويروا أنفسهم نجوم في عالم التمثيل السينمائي. للقناة السعودية عبدالله الغامدي، جدة. شكرا يا عبد الله على هذه التغطية المميزة من فعاليات سيتي ووك، ونتمنى من الأهالي وأطفالهم قضاء الأوقات الممتعة بهذه الفعاليات المميزة.